وكل ضلالة في النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الحق في محكم آياته. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. آباؤنا أمهاتنا نحن أولادكم رجال وهذه الأمة الإسلامية. فإذا قصرتم في تربيتنا وأهملتم في توجيه سلوكنا فقد عرضتم هذه الأمة للذل والهوان. وكنا